عدا المشروبات الغازية والمائية. قم بتسمية شيء قد تراه في المقهى البغدادي. شو تشوفين بالمقهى البغدادي لما تطبين؟ أكيد التماثيل. ها؟ التماثيل اللي بيها. التماثيل مثل الحياة البغدادية يعني. ها؟ مثل الحياة البغدادية. يعني شيء له علاقة بالماضي بالشنو؟ يعني إيه المهن اللي كانت. شيء له علاقة بالماضي ببغداد بالذكرى يعني الحرف. شيء تذكار ها؟ الحرف اللي تفهم. خلينا نشوف. موجود؟ الصور التاريخية التي تعبر عن حياة بغداد، الشخصيات الرياضية الفنية، المهن، نعم هذه نشوفها طبعاً بمقهى الشابندر ومقهى حسن عجمي ومقهى شكر وكثير من المقاهي البغدادية القديمة. هذا مو أفضل احتمال. خلي نشوف أخي محمد، أنت شو تشوف بالمقهى البغدادي؟ قم بتسمية شيء واحد. أماكن تاريخية بالمقهى، المقهى البغدادي. أنت من الطب مقهى بغدادي، شو تشوف به؟ مقهى بغدادي، هي قالت أشياء لها علاقة بالمهن بتاريخ، فطلع لنا صور تاريخية. شو تشوف بالمقهى؟ الطب يقول السلام عليكم. شو راح أشوف بالمقهى البغدادي؟ الشعب. ها؟ الشعب. الشعب؟ إيه. الشعب؟ إيه. كل الشعب بالمقهى؟ لا يعني بشر وشعب. ما أدري، ما يعني خلينا نشوف. الشعب. الشعب. هو أستاذ محمد. يعني ممكن الشعب نصغره ونجيبه قاعدة بالمقهى، شو نسميهم دولة؟ ما أعرف. إذا خطأ، الشعب يعني تسمية كبيرة. صحيح. الشعب يعني 30 مليون خليهم بالمقهى؟ تفضل أستاذ محمد. وتبرج النادي. يا أستاذ محمد، كل الشعب يقعد بالقهوة؟ طبعاً. ما عندهم شغل؟ الشعب يجلس بالمقهى. خلينا نشوف الأخت عبير، انطيني عدد المشروبات المائية أو الغازية. قوم يعني سمي لي شيء قد تشاهديه في المقهى البغدادي. الدلال مال القهوة. نعم. الدلال مال القهوة. دلال القهوة والشاي لها علاقة يعني شن؟ دلال والأباريق ومدري شنو، مو بالله موجودة هاي بالمقهى؟ موجود. مع الأباريق والدلال القهوة. وأستاذ رامي، أستاذ الراديو القديم. الراديو القديم اللي خلى عرف إيه بالمقهى نلقى موجود. أم كلثوم، محمد عبد الوهاب. خلينا نشوف الراديو القديم.